أهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية الخاصة والمباشرة من الإخبارية السورية. ساعة من الزمن نخصصها لرصد آخر التطورات الميدانية والسياسية. ننتقل مباشرة إلى موفد الإخبارية السورية في داريا ربيع ديبلي، يطلعنا على آخر التطورات هناك. ربيع، مساء الخير. مساء الخير إياد. ربيع، خلال جولتكم اليوم في داريا، هل انتهت فرق الهندسة من تفكيك العبوات الناسفة؟ وما هي طبيعة المقرات والتحصينات التي كان يتخذها الإرهابيون هناك؟ نعم إياد، بداية نحن منذ الصباح الباكر رافقنا وحدات الهندسة في عمليات تمشيط وعمليات إزالة المفخخات والعبوات الناسفة، وخاصة في منطقة الشريدي، حيث كانت جميع الأبنية في هذه المنطقة تعتبر المقر الأساسي لحركة أجناد الشام الإرهابية، إضافة إلى منطقة المربع الأمني كما يسمى في منطقة جنوب دارية، أيضا تمتد بحدود 1 كيلومتر. هذين المنطقتين هما مفخختان بالكامل، تقريبا بحدود 70% من هذه الأبنية باتت آمنة، تم نزع العبوات الناسفة. لكن كما رصدنا بعدسة الإخبارية السورية، تقدمنا إلى المقر الأساسي لحركة أجناد الشام الإرهابية. هناك دقة عالية وتنسيق عالي يعني في موضوع المفخخات والعبوات الناسفة، يعني هي مربوطة بشبكة واحدة عبر كاميرات وأيضا عبر شاشات إلى المقر الأساسي لها، حيث كانت المجموعات الإرهابية تعول على أن كل أي تقدم للجيش العربي السوري إلى أي بناء تستطيع عن طريق المفخخات المزروعة والمربوطة بشبكة لاسلكية عن طريق الأنفاق إلى تفجيرها أو تلغيمها. لكن طبعا الذي حدث تماما هو أن الجيش عندما يعني حاصر المجموعات الإرهابية ضمن هذا النطاق الضيق، طلبت بتسليم المدينة على الفور، ومن ثم أعلنت المدينة خالية من الإرهابيين. لكن الملاحظ في موضوع العبوات الناسفة تحديدا الدقة العالية كما قلت لك إياد، والتمويه العالي، يعني دخلنا إلى المقر الاحتياطي الأول للمجموعات الإرهابية، يعني هناك تمويه بموضوع الأسلاك، هناك يعني في محاولة منهم يعني إعاقة عمل تقدم وحدات الهندسة. العبوات مزروعة بشكل مموه تماما، كل بناء في القبو الذي فيه يكون المقر الرئيسي للمجموعات الإرهابية. بين كل بناء وبناء هناك نفق وخندق، هذه الأنفاق طبعا دخلنا لها لأول مرة، رغم أنها أيضا مفخخة تمكننا يعني بالدخول خلف وحدات الهندسة، والتفكيك كان أول بأول. نعم. نلاحظ كنا يعني كثرة عدد العبوات الناسفة والتفخيخ والتلغيم، حتى في معظم الأبنية هناك مدمرة نتيجة التلغيم الموجود في هذه الأبنية. ربيع، يعني كما تصف حجم الألغام والطرق التي مركبة فيها، هل سيكون هناك وقت أطول؟ يعني هل ستأخذ هذه المسألة وقت طويل حتى يتم تفكيك هذه العبوات؟ متى ستنتهي فرق الهندسة حسب تقديرك؟ نعم، من خلال حديثنا مع فرق الهندسة، هناك عدة فرق طبعا تجول في دارية في عدد من المناطق. طبعا يعني يقدر إزالة الألغام من كل بناء بحدود الساعة إلى ساعة ونصف حسب عدد الألغام وحسب المفخخات ونوع تلك المفخخات. هناك المفخخات السلكية وهناك مفخخات لاسلكية، وأيضا هناك ألغام، يعني هناك ألغام تتحسس بالحركة مباشرة تنفجر. هذه يتعامل معها وحدات الهندسة التي تتحسس بالحركة ليس عن طريق التفكيك، إنما عن طريق التدمير والتفجير، كونها لا تستطيع وحدات الهندسة التعامل معها بتفكيكها. بشكل عام نستطيع القول أن 70% من هذه الأبنية خلال اليومين الماضيين تمكنت وحدات الهندسة من تفكيكها. يعني هناك مئات الألغام وجرات الغاز قد فككت ونزعت عنها الصواعق. نستطيع القول أن خلال يوم أو يومين قد تعلن مدينة دارية آمنة تماما وخالية من الألغام والمفخخات والعبوات الناسفة. وبعدها أيضا بالتزامن مع ذلك دخلت وحدات الهندسة أيضا إلى يعني إلى داخل الشوارع والأحياء، وكاسحات الألغام عمدت إلى تفجير الألغام المرتبطة في الشوارع والتي مزروعة تحت الإسفلت. هذه تعاملت معها عن طريق كاسحات الألغام وتم تفجيرها، إضافة لإزالة السواتر المرتفعة. بعض السواتر حول المربع الأمني ترتفع بحدود 15 متر، ومن فوقها أيضا وضعت حافلات في محاولة لإعاقة عمل الوحدات الهندسة إياد. نعم، طيب ربيع، ماذا عن جثامين الشهداء؟ هل أخرجت من دارية؟ كيف سيتم تسليم هذه الجثامين ربيع؟
نعم، الآن قبل قليل وصلتنا معلومة من أحد مصادرنا الميدانية هنا أنه بادرت اليوم فرق مختصة من الجيش العربي السوري برفقة منظمة الهلال الأحمر العربي السوري إلى يعني الوصول إلى منطقة المقابر. هي تتوزع طبعا يعني في عدة أماكن جثامين شهداء الجيش العربي السوري. ستبادر منظمة الهلال الأحمر العربي السوري إلى استلامها وتسليمها للجهات المختصة. قد يعني بعد ساعات ممكن أن تخرج أولى دفعات جثامين شهداء الجيش العربي السوري، لكن الموضوع وحسب مصادر المعلومات هنا تفيد بأن اليوم يمكن أن تخرج أول دفعة بعد الظهر من جثامين شهداء الجيش العربي السوري. لكن أما المختطفين الذين كانوا بعهدة المجموعات الإرهابية المسلحة تم تحريرهم 15 مخطوفا، حرروا أول أمس. نعم، أشكرك كل الشكر ربيع ديبة، موفد الإخبارية السورية في دارية، شكرا لك على كل هذه المعلومات. مشاهدينا، ينضم إلينا في هذه التغطية عبر الهاتف الدكتور أحمد الحاج علي الباحث السياسي عبر الهاتف من دمشق، وأيضا الأستاذ علي قاسم رئيس تحرير صحيفة الثورة. أهلا بكم ضيفي في هذه التغطية، وأبدأ معك دكتور أحمد. دكتور أحمد، دارية خالية تماما من السلاح والمسلحين، ما تداعيات ذلك على العاصمة دمشق؟ نعم، أولا الشكر لكم، السلام على الجميع، وتحيتي للأستاذ علي قاسم رئيس تحرير جريدة الثورة. أقول أولا لابد من طرح مادتين هامتين الآن في هذه اللحظة. ما قد انتهينا من العمل العسكري المباشر بمعنى اخراج الارهابيين، ولكن لنلتفت الى اثارهم الان، لندقق الالغام، الاحتياطات، التكنولوجيا المتطوره، هذا الكم الهائل من المتفجرات، هذا الاسلوب الذي لا يمكن ان تقوم به الا دول كبرى. بكل هذه المفاصل نرى ان النموذج الاسرائيلي طبق في درية. من حيث الإجراءات، ومن حيث عدد الألغام، ومن حيث الاحتمالات. هم يتصورون بأن ليس كل جندي سوري هو هدف أو هو خطر، وإنما كل حجر، كل نسمة هواء، كل نحلة قادمة بالغلط هي عدو. هؤلاء بالتأكيد أخذوا العقلية التوراتية وانتسبوا لها وأنجزوا المشروع على الأرض في حالة المواجهة وفي حالة الصد والرد وفي حالة ترك كل أماكنهم. لذلك نرى أننا أمام معركة جديدة، أمام مفصل جديد. هذا الأمر يجب أن يكشف لكل العالم، أن يصور بكل تفاصيله، لا أن يبقى مادة نظرية وكلامية. هذه قصة هامة جدا في موضوع دري الآن. نعم. ليكتشف العالم وليطلع أبناء سوريا على الأقل من كنا نحارب بدريا، ما هي عقليتهم، من الذي كان يدعمهم، كيف وصلت كل هذه الوسائل، من أين جاءتكم كل هذه التكنولوجيا الخارقة التي لا يمكن أن تقوم بها الدول على مدى عشرات السنوات. أما المقدمة الثانية أستاذيات فهي قصة الآن. لا. الحذر من الاختلاط في التحليل السياسي. نحن نرى بأن هناك موجات وهناك نماذج من التحليلات السياسية بدأت تتعاكس ولربما تتناقض، سيما في الشمال في دارية. نرجو أن يكون هناك دقة. هذا عدوان انتهى في درية، وعدوان ما زال قائما من قبل تركيا ومن يدعمها. أما ما تبقى من تفاصيل، ما هي العلاقة، ما هي حدود التناقض والتقاطع ما بين أمريكا وتركيا، ما هي العلاقة بين الجيش الحر وتركيا، هذه كلها تفاصيل يجب أن لا نلتفت إليها لنغادر القصة الأساسية. أنا أرى وأتابع مع الأسف حتى اليوم في هذا الصباح بعض الاختلاطات التي لا يمكن الصمت عنها لأنها مؤذية لهذا الجهد العسكري الرائع لهؤلاء الشهداء، لا سيما أنك الآن تتحدث عن جثامين الشهداء. هذه ليست جثامين، هذه عبارة عن آيات، عبارة عن أمثلة خالدة الآن يجب أن تقدس ويجب أن تسحب ويجب أن يتم التعامل معها. ليست على أساس أنهم أشخاص قتلوا، وإنما على أساس أنهم هم الذين صنعوا اللحظة التي انتصرنا فيها في دارية. نعم، طيب أستاذ علي، كما تابعنا موفد الإخبارية سوريا تحدث عن دقة تركيب شبكات العبوات الناسفة، تحدث عن التحصينات التي كانت تتخذها التنظيمات الإرهابية في دارية. يعني خسارة التنظيمات الإرهابية لمنطقة مثل دارية
برأيك أستاذ علي كيف ينعكس على باقي الجبهات القريبة من دارية، خاصة وأن منطقة دارية تحاذي أكثر من منطقة؟ نعم، أولا التحية بمثلها لك وللدكتور أحمد وللمشاهدين. بالتأكيد يعني ربما هو التوصيف الذي قدمه الدكتور أحمد لهذه التنظيمات الإرهابية، هم أعداء الحياة الذين يعني بإيجاز سريع هم الذين شكلوا حالة ربما غير مسبوقة، وحتى ربما في بعض الكتب التاريخية التي تتحدث عن مشاهد من هذا الشكل أو ذاك، أعتقد أنهم تجاوزوهم وربما سجلوا ما هو أبعد من ذلك بكثير. نعود إلى صلب السؤال الأساسي والإشارة الواضحة، وهي بأن المسألة لا تتعلق بتنظيمات إرهابية محدودة أو تنظيمات إرهابية محلية أو تنظيمات إرهابية عابرة للحدود أيضا، بقدر ما نتحدث هنا عن عوامل خارجية وأدوار خارجية سواء كان ببعدها الإقليمي أم ببعدها الدولي، وهذه النقطة الأخطر في المسألة. والدليل على ذلك أن حالة الحنق والغضب وأحيانا ربما الخيبة التي تجسدت على مشاهد بعض المواقف، وتحديدا يعني ربما لو سمعنا من أمريكا ومن تركيا ومن السعودية ومن قطر ومن التنظيمات الإرهابية بأشكالها المختلفة هذه الحالة من الإحباط والخيبة، ربما نعرف السبب وبالتالي يتبين يعني ليس هناك عجب في المسألة، ولكن أن تكون هذه الخيبة من المحيط يعني من المبعوث الأممي، فهذه يعني إشارة استفهام كبرى تسجل. أن يكون هناك تشكيك وحالة من أمين عام ما يسمى الجامعة العربية أو ما بقي مما يسمى بالجامعة العربية المصادرة منذ سنوات لمصلحة المشيخات، يعني كان يجب التوقف عليه، وبالتالي الاستدلال إلى الدور وربما النقطة المحورية التي شكلتها دارية في مختلف ومنذ بدء الأحداث في سوريا ومنذ بدء الأزمة في سوريا، بمعنى آخر أنها كانت نقطة ارتكاز أساسي لوجود الإرهاب والبؤرة الأساسية لهذا الإرهاب، وبالتالي عندما تقتلع هذه البؤرة المركزية، يعني هناك بؤر ربما ثانوية يعني محيطية، ولكن هذه بالمعنى الطبي الآن هي بؤرة مركزية كان لها تأثير ارتدادي. هذا الارتداد لم يكن فقط مقتصرا على المحيط العاصمة وعلى دمشق وعلى الداخل السوري بقدر ما هو له ارتداداته الخارجية، وبالتالي عندما نعلق على المسألة من زاوية الوضع العسكري ربما تكون المسألة ببعض جزئياتها يعني لها ارتداداتها الإيجابية المباشرة على العمل العسكري وعلى عملية مطاردة الإرهابيين وعلى عملية ملاحقتهم وملاحقة التنظيمات الإرهابية وبالتالي اجتزازهم من كل الأرض السورية وليس فقط محيط العاصمة. لكن عندما يكون العمل أيضا يعني الرؤية بالإطار السياسي لابد من الإشارة إلى هذه الارتدادات التي نراها اليوم وربما نشهد لها انعكاساتها ميدانيا عبر حالة التصعيد والتسخين في جبهات أخرى، وبالتالي هذا الارتباط الكلي بالمسألة أيضا هو الذي يشكل الخارطة الجديدة اليوم للمشهد، هذه الخارطة التي تحاول مجموعة من الدول الإقليمية والدولية أن تلعب في الوقت المستقطع، أن تحاول تقطيع الوقت لمصلحة لعمل ما لتحضير ما، إعادة تجهيز إعادة ترميم صفوف التنظيمات الإرهابية، إعادة توحيد جبهاتها التي نراها اليوم مشتتة نسبيا بفعل الدخول التركي الذي يقرأ اليوم بقراءات مختلفة، وفعلا كما قال الدكتور أحمد قد يكون هذه تفاصيل ليس من المهم الغرق فيها، وليس بل من الضروري ألا نغرق بها بقدر ما نحن مهمومون ومهتمون بما جرى وما يجري على الميدان السوري، وهذا هو الجوهر. لذلك دارية أعتقد ويعني وهذه التجهيزات الحاضرة هي تعبير أساسي عن وجود العامل الخارجي الأساسي فيما يجري في سوريا، وهذا التخطيط لا يمكن لتنظيمات إرهابية مهما كانت درجة وجودها أن تقوم به لولا هناك مساعدة مباشرة ومن دول ليست إقليمية بقدر العظمى وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا الغربية وتحديدا فرنسا وبريطانيا وألمانيا، وكلنا يدرك أن جزء من هذه التجهيزات تصنيع غربي أوروبي بعضه أمريكي ولكن أيضا أوروبي، التقنيات الألمانية حاضرة، التقنيات البريطانية موجودة، بعض مشاهد الوجود الفرنسي في بعض ربما الجزئيات أيضا حاضر، أيضا يا جماعة التكتيك العسكري الذي كان في التحصين هذا أيضا ليس إنتاج تنظيمات إرهابية بقدر ما هو إنتاج دول عظمى وكبرى تحاولت وتحاول وتراهنت ربما على دارية، وكلنا يسمع يعني وكلنا يتذكر
كم مرة ذكرت دارية في جنيف وغير جنيف وحتى في مجلس الأمن، بمعنى آخر كانت الورقة التي يحاولون الابتزاز عبرها، اليوم هذه الورقة سحبت من التداول، والأهم أن الأرقام التي كانت تعطى حول دارية وعدد المدنيين والشعارات التي رفعت حول هذه المسألة، أعتقد أن الوقائع اليوم على الأرض بيّنت كذب وافتراءات تلك الادعاءات. أستاذ علي ابقى معي، أعود إليك دكتور أحمد. الأستاذ علي قاسم طرح كثير من الأفكار، طرح كثير من التحليلات لما هو موجود الآن في دارية، تحدث عن دور دول إقليمية ودول غربية في دعم هذه التنظيمات. برأيك هذا أو هذه التسوية التي حصلت في دارية والتي كانت مفاجئة، ما انعكاساتها اليوم على الدول التي راهنت على هذه التنظيمات الإرهابية في أكثر من منطقة في سوريا؟ وكيف تقرأ ردود أفعال بعض الشخصيات السياسية منها المبعوث الدولي ديمستورا مما جرى في دارية؟ نعم، تقول القاعدة التحليل هو نصف الحل. نعم، وأعتقد ما طرحه الأستاذ علي بجملة ومصطلح، قال دارية بؤرة مركزية، بمعنى الآن علينا أن نفطن إلى بعض المصطلحات، لأن البعض يريد أن يسوق بأن القصة محلية. قبل قليل كنت أستمع بأحد الفضائيات السورية بأن القصة في دارية يعني هي قصة محلية تختلف عن المناطق، عن جيش الإسلام، عن جبهة النصرة، ونحن نعلم بأن الذي كان يقاتل في دارية هي دول التي عددتها وعددها الأستاذ علي القاسم، ونعرف جبهة النصرة ونعرف أحرار الشام، كلهم كانوا موجودين. هذه حرام أن نظلم أنفسنا بحيث تكون القصة مواجهة لبؤرة محلية، وأن نعطي للآخرين كل هذه القوة وهم كل العالم، كل تقنية العالم، كل مشاريع السياسية، كل الأمن العالمي، أمريكا والغرب كله والكيان الإسرائيلي. وعلى سبيل المثال كانوا يطرحون مدارية والمعظمية فكرة توازي ما يفعله الكيان الإسرائيلي، لا بد من زرع 1,200,000 لغم أو متفجرة. هذا الذي فعلوه الآن بالجولان اليهود، الآن أرادوا أن يقلدوا تماما باستنساخ جغرافي وطبوغرافي وعملياتي أن يقلدوا هذه الحالة، لأنهم يعرفون بأنهم محتاجون دائما إلى الحماية. وهذا الأمر هو الذي الآن يجب أن نفهمه، ما الذي حدث من النتائج الآن؟ هذه معركة كبرى ليست تسوية، الظاهر منها بفعل المناقب السورية وبفعل الأخلاقيات السورية وبفعل هذا النموذج الرائع الإنساني من حيث التأمين والأمان والوفاء بالعهد والمواثيق وأعطاء الحرية لهؤلاء في أن يختاروا أي جهة يذهبوا إليها، وقد أذهل العالم كل ذلك الأمر. العالم كله الآن يتطلع، هل من المعقول أن يكون هذا هو التعامل؟ قلوا نعم، نحن أبناء أولئك الذين دخلوا مكة وأولئك الذين دخلوا القدس، نفس التجربة الآن ولكن بطريقة العصر وبسلاح العصر. هذه المسألة مهمة جدا، ولذلك نرى ردود فعل كما قال الأستاذ علي، واحد مثل أحمد أبو الغيط الآن يشكك ويسب ويشتم ويقول بأن الدنيا وجاءت روسيا وجاءت إيران وانسفذت وبراميل وإلى آخره لكي يحرروا بقعة صغيرة. أي بقعة صغيرة يا أخي؟ دارية عزيزة علينا بسكانها وأرضها ومنتجاتها، ولكن ما حدث في دارية لا يكاد يصدق من التحشد، من استيراد ومن تجميع كل الطاقات، كل الأساليب الحديثة والقديمة والكلاسيكية والإسرائيلية والأمريكية. أين نحن من ذلك؟ كل ذلك علينا أن نقيس نصرنا على قدر ما كان من قوى وعلى قدر ما كان. المسألة أخذت سنوات زيادة، أخذت عشرات الشهداء، أخذت آلام وجراحات، ليست المسألة عادية. نحن في دارية وفي غير دارية خدنا، قالوا عن لينينغراد، في كل مكان مثل دارية كان لدينا لينينغراد، سوريا، هنا في حلب، في الحمص، في درعا، في أي مكان آخر. ذلك علينا دائما أن نفطن إلى هذه المعادلة، كيف نقيس ناتجنا وصمودنا وانتصارنا بما أدى إليه من تحولات كبرى في الواقع الذي كان، حتى لا نعتقد بأن هؤلاء عبارة عن 700 واحد وعبارة عن ناس أشخاص من هؤلاء المارقين على القانون.
أو الذين يملكون بنادق روسية ويتحركون هناك. مسألة خطيرة للغاية، لذلك يجب أن تصور كل دقيقة وكل جزئية الآن لكي يكتشف العالم وخاصة أبناء الوطن السوري، لأن هناك جزءا من أبناء الوطن السوري ما زال تحت التضليل وما زال متحصنا ببيع الضمائر وبالانتماء للآخر خارج الحدود. أما على التداعيات، التداعيات الكبرى، أقول باختصار إن الذي حدث في دريا هو مقدمة كبرى لكل ما سوف يحدث في الغوطتين الشرقية والغربية، وبعد ذلك كل هذه المقدمات ستكون أيضا صورة حقيقية ومنفذا حقيقيا بالمعنى العسكري والسياسي والاجتماعي لما سوف يحدث في حلب أو في إدلب أو في الرقة أو في أي مكان من الجغرافيا السورية. هذا الأمر يدرك جيدا من قبلهم. نحن الآن يعني ما زلنا منتشين بفعل اللحظة الراهنة ولها بريق، ولكن اللحظة خطيرة للغاية. ولما تنتهي بعد سنرى تداعياتها أهم منها، بل تكمل أهميتها في الأداء وفي الصمود، ولا سيما من خلال الخبرة ومن خلال الأسلوب الذي اتبع. نحن لسنا صامدين فقط، صرنا علماء وخبراء، صار جيشنا خبيرا يعرف كيف يتصدى ويعرف كيف يقطع ويعرف كيف يعزل ويعرف كيف يحاصر ويعرف كيف يكتشف الألغام ويعرف كيف يتعامل مع الفات والأسلاك والمتفجرات السلكية واللاسلكية، يعرف صار كل شيء. هذه تجربة هامة جدا، وهي التي تعطينا هذا المدى بأنفسنا بأن القادم ما هو إلا تطبيقات صارت. دكتور أحمد، عفوا للمقاطعة، لكن يعني جزئية بسيطة. نعم دكتور أحمد، طرحت فكرة يعني جدا مهمة، أريد أن أسمع رأي الأستاذ علي بهذه الفكرة، وهي بأن ما جرى في دارية سيكون له ارتدادات على أكثر من منطقة، إن كان في ريف دمشق أو في ريف حلب أو في أكثر من منطقة في سوريا. أستاذ علي، ما رأيك؟ هل سنشهد سيناريو دارية في أكثر من منطقة في سوريا؟ نعم، يعني أنا أعتقد أن السمة الأساسية لماذا تم التركيز على دارية وما جرى في دارية والاتفاق أي تحديدا، يعني أعتقد أن العامل الأساسي فيه هو كلما يعني انخفض مستوى وجود العامل الخارجي في أي اتفاق، أعتقد أنه صار من المحسوم ويمكن أن نجزم به بأن إمكانية تطبيقه وإمكانية وصوله إلى نهايته أصبحت هي الأقرب، يعني بمعنى آخر نصيبه من النجاح هو الأفضل. لذلك أنا أعتقد أن المسألة الأساسية اليوم أنه كلما عزلنا العامل الخارجي سواء كان موجودا بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء كان عبر وجود الوسطاء أو من دون الوسطاء، سواء كان بدور إقليمي من هذا أو ذاك، كلما تم عزل هذه العوامل الخارجية عن إطر المصالحات والاتفاقات والاتفاقيات، نسميها ما تكون في نهاية المطاف. في نهاية المطاف أن بؤرة يعني إرهابية انتهت، أن هناك بقعة جغرافية من الأرض السورية تطهرت من الإرهاب والإرهابيين، انتهى وجود الإرهاب فيها، انتهى العامل الأساسي فيها الابتزاز السياسي من العامل الخارجي. ولذلك أعتقد هذه هي النقطة الأساسية. بالتأكيد كلما كان هناك مقدرة على تحييد العوامل الخارجية كان هناك مقدرة على التفاؤل بإمكانية أن تنسحب ما جرى في دارية على مناطق أخرى، وأعتقد أنها كرست تجربة في هذا الإطار. وتحدث الدكتور أحمد عن مسألة الخبرات وعن مسألة التفاصيل التي أصبح خبراء بها السوريون، هذا صحيح أيضا في العمل السياسي وأيضا في الاتفاقيات وأيضا في عملية ربما إيصال ما جرى في دارية إلى مناطق أخرى في سوريا، هذا أمر صحيح ودقيق، وهو ما نعول عليه في المرحلة القادمة من أجل الوصول إلى ما نعتقد أنه بداية الطريق صحيح والدقيق من لإنهاء ما يجري في سوريا من إرهاب، وبالتالي عزل العوامل الخارجية كما تحدثت وأعيد التركيز عليها، لأنها هي
يعني بدليل يعني ببساطة شديدة، نحن يعني كل المعضلة، وربما تحدثنا عن اتفاق درية وقلنا هو لم يحتاج إلى وسطاء، لم يحتاج إلى قاعات دولية، لم يحتاج إلى أمم متحدة، لم يحتاج إلى 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 بنود واتفاقيات، احتاج إلى مجرد اتفاق على 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 إنهاء حالة الإرهاب الموجودة في هذه المنطقة، وبالتالي إخلائها من السلاح والمسلحين، وهذه النقطة الجوهرية التي أعتقد أنها يمكن أن تنسحب على مناطق أخرى. وهناك أحاديث ولست أخذ بها، ولكن هي من باب التداول الذي يجري اليوم، أن هناك مجموعة من المناطق التي أبدت استعدادها لتكرر الاتفاق الذي حصل في دارية، وبالتالي هناك حالة يجب أن تقرأ اليوم، هناك حالة غضب، هناك حالة امتعاض، هناك حالة ربما يعني عدم قبول لوجود المسلحين، هي حالة شعبية بدأنا نسمع بها في أكثر من منطقة سورية، وهذا العامل الأساسي، وأعتقد أنه عامل مهم جدا ولا بد من أخذه بعين الاعتبار، وبالتالي التعامل معه وفق ما يحتاجه. أستاذ علي، عفوا للمقاطعة، بما أننا نتحدث عن كل الجغرافيا السورية اليوم، ينضم إلينا مباشرة من حلب مراسل الإخبارية السورية وليد هناي ليطلعنا على آخر التطورات الميدانية أيضا في حلب. مساء الخير وليد. نعم، حياك الله زميلي إياد. وليد، لو تضعنا بصورة الواقع الميداني اليوم في حلب، ما الذي يجري في حلب ميدانيا؟ نعم إياد، الجيش العربي السوري منذ صباح اليوم يسعى لإطباق الحصار بشكل أكبر على المسلحين المتواجدين في النقاط الجنوبية والجنوبية الغربية من حلب المدينة بالتحديد، عبر محور 1070 شقة، هذه المنطقة بالتحديد بعد السيطرة عليها بشكل كامل من قبل أبطال الجيش العربي السوري. الاشتباكات هي تحصل الآن باتجاه نقطة الريادة ووصولا إلى محور مدرسة الحكمة، وبالتالي هذا المحور الذي يجعل الإرهابيين في تخبط كبير عبر يعني رصد تحركاتهم بالتحديد القادمة من ريف حلب الغربي باتجاه الجنوب الغرب من حلب المدينة، الكليات العسكرية. هذا المحور هو أيضا يضاف إليه محور آخر، محور محيط الكليات والكليات العسكرية، الذي تشهد داخلها اشتباكات عنيفة بين أبطال الجيش العربي السوري والمجموعات الإرهابية المسلحة بالأسلحة الرشاشة والفردية. هذه الاشتباكات هي تسفر المقتل العديد من المسلحين، لا سيما بأن سلاح الجولة هو الدور الأكبر باستهداف النقاط الخلفية لهم داخل كليات التسليح وصولا إلى محيط هذه الكلية، وأيضا لرصد نقطة الخروج لهم باتجاه خان طومان وقرية القراصي جنوبي حلب. أيضا المحور الثالث منطقة شيخ سعيد ومعمل الإسمنت في هذه المنطقة، الذي يمتاز بأهمية استراتيجية ويكشف كل منطقة الجنوبية، منطقة الراموسة وصولا إلى الكليات العسكرية، هو يكشفها ويرصدها بشكل كامل، وبالتالي شل حركة المسلحين داخل هذه النقاط. على العموم الجيش العربي السوري واصل من تقدمه داخل الكليات العسكرية، لا سيما أيضا بمحيط الكليات من تلة أم القرع الاستراتيجية التي تمتاز بأهمية استراتيجية كونها مشرفة على نقاط المسلحين وعلى طول المحور الواصل من داخل الكليات العسكرية وامتدادا إلى منطقة الراموسة جنوبي حلب المدينة، وأيضا ترصد تحركات المسلحين في منطقة العمرية جنوبي مدينة حلب. العمليات المكثفة هي تأتي باستهداف معاقل الإرهابيين الخلفية ونقاط إمدادهم القادمة من ريف دلب الشمالي باتجاه ريف حلب الغربي. نعم. طيب وليد، بعجالة حتى نكسب الوقت، الواقع الخدمي اليوم، الشارع الحلبي كيف هو؟ ما وضع الشارع الحلبي؟ كيف هي الحياة تبدو في حلب؟ نحن نتحدث عن الواقع الخدمي، نتحدث عن حالة كبيرة من الاستياء للمواطنين، وعلى خلفية عدم التزام أصحاب مولدات الأمبيرات بأسعار المخصص من قبل محافظة حلب 1000 ليرة سورية خلال ساعات تشغيل 10 ساعات، مع طاهم كافة المخصصات، مع العلم بأن عند أعضاء المخصصات إياد لأصحاب المولدات لم يكن هنالك تكشف حجم مادة حجم التي تقدرها هذه المولدة، وأيضا هنالك استياء بحالة توزيع مادة الغاز في الأسواق، هنالك يعني تخبط كبير من قبل محافظة حلب يعني عملية توزيع أسوانات الغاز على المواطنين في حلب، لا سيما بأن أيضا واقع الأسواق هو يشهد ارتفاع ملحوظا للمواد المعيشية التي تخص المواطن الحلبي بالتزامن مع وجود كافة المستلزمات المعيشية والخضروات والفواكه بالأسواق. نعم، أشكرك كل الشكر وليد هناي مراسل الإخبارية السورية من حلب، شكرا لك. أعود إليكم ضيفي. دكتور أحمد، سمعت ما قال مراسل الإخبارية في حلب عن الواقع الميداني والواقع الخدمي،
قراءتك دكتور أحمد لما يجري اليوم في حلب؟ هذا العرض المبسط والمتبلور لما يحدث في حلب الآن على الجغرافيا في مواجهة هذه القوى الإرهابية هو تطبيق تطبيق بالوعي وبالفاعلية للطابق السياسي، بمعنى يجري الآن في كل الأطراف التي تواجه الإرهاب، أعني سوريا وحلفائها، يجري عملية تحييد القوى الكبرى، تركيا، أمريكا، بعض دول الاتحاد الأوروبي، إن لم يكن عزلها فعلى الأقل كما قال الأستاذ علي تحييدها. لذلك هذه المسألة ترى منعكساتها ومرتسماتها وتطبيقاتها على الأرض مباشرة. تلاحظ حتى الآن بأنك أنت أمام لوحة من يستمع إليها ومن يراها يقع في حيرة، ولكن سرعان ما يستعيد الثقة. الحيرة تأتي من خلال أن المسلحين دخلوا إلى المدارس العسكرية وأنهم موجودون، وثم من ناحية ثانية أن الجيش السوري سيطر على مواقع استراتيجية مثل جبل قرع، مثل 1070، مثل المنطقة الفلانية، وأن هؤلاء هم عبارة عن أسرى وتحت مرمى النار. هذه القصة الآن التطبيقات على الواقع العسكرية على الإرهابيين يجب أن نربطها بتحركات القوى العالمية حتى نقول بأنه لا وجود للإرهاب بدون الحماية وبدون الدعم وبدون التغذية الاستعمارية والرجعية والصهيونية وغيرها، لا وجود لهم. إن شاء الله نفكر أنه بدارية كان في ناس من أبناء دارية كانوا عم يوقفوا أمام الجيش العربي السوري وعم يقاتلوا، لا حرام أن نظلم أنفسنا عشرات المرات بهذا الشكل وأن نجلد أنفسنا. هذه أمريكا وهذه إسرائيل وهذه السعودية وهذه قطر وهذه تركيا وهذا الاتحاد الأوروبي وهذا الغرب بكل خبرته العاتية في قهر إرادة الشعوب. لذلك يحدث تطبيق هذا المنسوب، بمعنى هذا الهيجان السياسي كله بغض النظر عن نقاط التناقض أو التقاطع، ما بهمني كان جو بايدن أمسات بي تركيا، وفي اللحظة في نفسها دخلت القوات التركية بالتمثيلية المعروفة على جرابلس وعلى بعض المناطق الأخرى. لا نقيم وزنا لأنه هذه قصة خادعة. هذه قصة لا تعطينا إلا مؤشرات يريدون أن نذهب إليها لنغرق فيها وننسى الركن الأساسي وننسى الصراع الأساسي. من هنا ما يجري في حلب الآن يجب أن يعمم ثقافيا ونكون لدينا ثقافة متابعة العمليات العسكرية بربطها بثقافة متابعة العمليات السياسية. هذه حلب كما نراها الآن. دكتور تنتج في النهاية أننا نستطيع أن نصل إلى لحظة حاسمة في أسلوب حازم كما يحدث الآن، وأن هذه القوى الإرهابية إنما دخلت لكي تقتل ولكي تحاصر ولكي تحفر قبرها بيدها. هذا هو المنظور الأساسي. صحيح أن هناك حالة راهنة مرة شوي إن والله دخلوا إلى الكلية الفنية الجوية، إلى مدرسة المدفعية، إلى مدرسة التسليح، وهذه مواقع تاريخية تدمي القلب وتعتصر الوجدان وتجعل العقل أحيانا يشعر بأنه لا بد من شيء ما. ذلك أقول استمدنا نحن كل هذا الذي تراه الآن. دكتور أحمد عفوا دكتور أحمد حتى نكسب خلال القيادة العسكرية التي قدمها حافظ الأسد في حرب تشرين، بمعنى هناك مواجهة لعالم هائج وبتكتيك عالي راقي وبتدريب قادر وبنتائج متحققة إن لم تكن اليوم فغدا أو بعد غد. أشكر كل شكر الدكتور أحمد الحاج علي الباحث السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من دمشق، شكرا لك. أستاذ علي، طرح ضيفي الدكتور أحمد بأننا اليوم لا نحارب تنظيمات إرهابية وأفراد وعصابات، نحن اليوم نحارب الغرب، نحن اليوم نحارب آلة القتل الأمريكية الإسرائيلية، إن كان في درية، في حلب، في حمص، في حماة، في أكثر من أو في كل الجغرافيا السورية، نحن اليوم نحارب أكثر من 100 دولة في سوريا. إلى أي حد هذا الكلام هو صحيح حقيقي على الأرض؟ يعني دعني أعطيه التوصيف، هو نحن نخوض مواجهة ضد حرب الوكالات، يعني هناك حرب وكلاء، يعني ربما المباشر منها ليس حاضرا بالكثافة الفعلية التي
تضعه في مرتبة الحضور المباشر، رغم أن الانخراط عمليا موجود وقائم. وبالتالي هي حاولت أمريكا اليوم وربما على مدى السنوات الماضية أن تخوض حروبها بالوكالة، يعني هناك وكلاء أوكلت لهم عهدت لهم هذه الحرب وهم يقومون بها، كانت تعتقد أنهم يقومون بها على أكمل وجه، كانت تراهن تعول على تنفيذ الأجندات التي وضعتها لهم الإدارة الأمريكية. وبالتالي الكل اليوم يتحدث عن الإدارة الأمريكية حققت عبر هذه الحروب المتعددة الأشكال والنماذج، سواء كان عبر التنظيمات الإرهابية أم مشغلي هذه التنظيمات الإرهابية الإقليميين ومواليها وحماتها ورعاتها ومتعهديها، أو عبر الوكلاء مباشرة، يعني بعض الأدوار التي كان يراد لها أن تدخل إلى الساحة، ورأينا نموذجا منها اليوم النموذج التركي. لذلك هو صحيح بالمعنى الفعلي، وأنت لا تخوض حرب ضد تنظيمات إرهابية، أنت تخوضها ضد أسياد هذه التنظيمات الإرهابية. هم وعندما تنتصر على هذه التنظيمات الإرهابية أنت تنتصر على رعاة وحماة وممولي هذه التنظيمات الإرهابية، وبالتالي هي المواجهة في التوصيف الفعلي فعلا هي مواجهة مع هؤلاء أكثر مما هي مع التنظيمات. نعم. كلنا يدرك تماما أن استخدام الإرهاب هو استخدام سياسي واضح تماما عمد إليه الغرب منذ عقود طويلة، لم تكن التجربة الأولى، ولكن لم يكن بهذا الحشد والتحشيد وبهذه الطريقة التي نراها اليوم. هناك تضافر، يعني مخطط، يعني رغم كلمة مخطط أحيانا يصير بعض التساؤل، ولكن هو مخطط حقيقي، مشروع غربي أساسه وجوهره تعويله على الإرهاب، أدواته الإرهاب، الأداة الأخرى فيه أو الوكلاء هذه الأداة أو المؤتمنون على هذه الأدوات بين مزدوجين هم الوكلاء الإقليميين الممثلة بالسعودية وقطر وتركيا، ورأينا كيف تباينت هذه الأدوار من طور إلى طور ومن حقبة إلى حقبة. حدود التباعد وحدود التقاطع بين هذه الأجندات المختلفة الإقليمية التي لا يعني ليس بالضرورة أن تتطابق في كل الأحيان، هناك مصالح تختلف أو تتميز بين فينة وأخرى، ولكن في نهاية المطاف والمشهد في الشمال السوري ووصول ودخول تركيا بهذه التمثيلية، يعني أصبح الجميع يتحدث اليوم عن أن ما جرى ليس معارك، ولم تكن هناك معارك بالمعنى الفعلي للمعركة، بقدر ما كان هناك استلام وتسليم، بمعنى آخر إحلال تنظيم إرهابي مكان تنظيم إرهابي آخر، تسليم الأمكنة التي يسيطر عليها الإرهابيين لإرهابيين آخرين بطريقة أخرى تحت توصيف، طبعا تحاول أمريكا اليوم أن تقدم التوصيف بين مزدوجين المعتدل، رغم قناعة يعني الأمريكيين والرئيس أوباما تحدث عن الفانتازيا، فانتازيا وجود المعارضة المعتدلة، وهو تعبير ربما في لحظة شفافة تحدث بها الرئيس أوباما ولم يكن يتعمد أن تسير كل هذا اللغط، ولكنها حدثت. إذن نحن أمام حالة، يعني أيضا القراءة الأخرى في المشهد الشمال السوري أيضا في يعني يصب في نفس النقطة، وهي يعني أمريكا نقلت بندقيتها بين ليلة وضحاها، بين مساء كانت تدعم فيه الأسايش وتحاول أن تحدث جبهة أخرى إضافية في الأرض السورية، وصباح اليوم التالي نقلتها إلى الكتف التركي. هذا النقل يعني رغم الحديث الطويل فيه والتفاصيل، ولكنه في نهاية المطاف يؤشر إلى، على الأقل نحن لا نتحدث عن كل ما يؤشر إليه، ولكن نتحدث أنه يؤشر إلى عامل أساسي، هذا العامل الذي يتحدث عن أن أمريكا تريد أن تدير اليوم حرب التنظيمات الإرهابية، حرب الوكلاء الإقليميين القائمة اليوم، أن تديرها لكي تتوافق مع مصالحها. البعض ربما كثيرا تحدثنا عن هذه المسألة، أنه باختصار أرجوك الوقت يداهمنا أستاذ علي، فقط في عجالة أن القرار الأمريكي مضمون بالنسبة له، وأنا قلت لهم في أكثر من مناسبة وتحدثت عن هذه المسألة، القرار الأمريكي ليس في جيب أحد، القرار الأمريكي في جيب مصالحها، أين تكون مصالحها يكون القرار كل الشكر لك الأستاذ علي قاسم رئيس تحرير صحيفة الثورة، كنت معنا عبر الهاتف من دمشق، شكرا لك. ينضم إلينا في هذه التغطية العميد المتقاعد علي مقصود الخبير الاستراتيجي والعسكري. مساء الخير سيادة العميد. يسعد مساك وتحية لك ولضيوفك الكرام، وتحية فخر لرجال جيشنا حامي الوطن. حياك الله سيادة العميد. سيادة العميد، كما تحدث منذ قليل ضيفي الأستاذ علي قاسم، تحدث عن نقل البندقية الأمريكية من تنظيم إلى آخر، اللعب على وتر التنظيمات الإرهابية في حلب، اللعب على وتر التسميات في التنظيمات الإرهابية بين معارضة معتدلة ومعارضة شريرة وإلى آخره. كيف تصف لنا اليوم الميدان في حلب سيادة العميد في ظل كل هذه المعطيات؟ لا شك بأن هذا التوصيف دقيق،
وهذه طبيعة العمليات الميدانية التي تقتضي تبديل القوات على مراحل، وبناء أيضا على التطورات التي يشهدها الميدان سلبا أم إيجابا. وباعتبار أن تطورات الميدان منذ بداية العام 2016 وقبلها بثلاثة أشهر بالعام 2015 بدأ هناك تحول استراتيجي، وأصبحت المبادرة الاستراتيجية بيد الجيش. هذا الأمر أدى إلى إسقاط كل الأوراق وكل هذه الفصائل، وعلى رأسها داعش، ومن ثم جبهة النصرة، لتبدأ أمريكا باستخراج بعض الفصائل الأخرى من رحم ومن ضلوع هذه الفصائل الإرهابية داعش وجبهة النصرة، لتقدمها ككيان وفصائل معتدلة لكي تستمر العمل وبالاستثمار في هذا المشروع الإرهابي على المسار السياسي. ولكن سؤالك حول الميدان حاليا في حلب، أستطيع أن أقول بأن الميدان الاستراتيجي في حلب صنعه الجيش وبشكل دقيق وبعملية نوعية، كالطبيب الذي يجري عملية جراحية دقيقة ليستأصل الورم من قرب قلب المريض. فمدينة حلب التي أغلق الجيش عبر البوابة الشمالية خطوط الإمداد والشرايين التي تؤمن لهم الدعم اللوجستي والإمداد من تركيا إلى سوريا، نفذ عملية نوعية دفاعية على الزاوية الجنوبية والجنوبية الغربية، أدت إلى مقتل الآلاف من الإرهابيين وتدمير قواهم ومقرات قياداتهم. وكان الجيش بعد أن أغراهم بالدخول إلى الكليات والتي كانت فخا لكي يخرجهم أولا من تحت الغطاء السياسي الأمريكي على اعتبار أنهم معتدلون، والأمر الثاني لإخراجهم أيضا من الجدار الواقي عبر استخدام المدنيين كدروع بشرية. لذلك هذين العاملين كانوا هم في الحقيقة يعني معضلة بالنسبة للجيش، كيف يستهدفهم وهناك اتفاق وتفاهم على أن يتم فصل هذه المعارضة المعتدلة عن الإرهاب، وأيضا كيف يستخدمهم وهم منغمسون في أحياء مدنية. فبهذه بهذا النموذج القتالي والإبداع العملياتي دخل الآلاف من المسلحون إلى الكليات، ومن ثم بدأ الجيش بمرحلة الاستنزاف مع احتواء كل هجماتهم وتكبيدهم خسائر فادحة، إلى أن تم تطويق هذه الكليات عندما قطع الخط الأخير الممتد من خان طومان والسكن 1070 وصولا إلى التلة الاستراتيجية تلة أم القرع، وأيضا من الجهة الأخرى على محور خلصة والحميرة باتجاه أيضا تل بازو وتل ضمان. فأصبحت هذه المجموعات المسلحة داخل الكليات محاصرة ومشلولة. سيادة العميد، ابقى معي سأعود إليك لنتحدث بالتفصيل عن هذه المناطق، لكن دعني أرحب بضيف دكتور زاهر اليوسفي عضو مجلس الشعب معي عبر الهاتف من دمشق. مساء الخير دكتور زاهر. مساء النور، أهلا وسهلا بكم. دكتور زاهر، في الوقت التي تجري فيه سوريا اليوم المصالحات الوطنية وتتحمل مسؤولياتها تجاه مواطنيها رغم الحصار الاقتصادي المفروض على الشعب السوري، تستمر واشنطن بدعم التنظيمات الإرهابية وخاصة تنظيم نور الدين الزنكي، والتي تصر واشنطن على تسمية هذا التنظيم بالمعارضة المعتدلة. السيناتور الأمريكي ريتشارد بلاك قال بالحرف أن واشنطن، أن الولايات المتحدة تصر وللأسف على دفع رواتب لمن قطع رأس الطفل عبد الله عيسى في حلب. لك التعليق دكتور زاهر. هذا كلام سيناتور أمريكي. أكيد سيناتور أمريكي، ولكنه يبقى أمريكيا وصوته غير مسموع وهو أمثاله. بالنسبة لتنظيم نور الدين الزنكي، أساسه تركيا
برضا امريكي وبتمويل امريكي وخليجي وسعودي. وقام بعدة جرائم في ريف حلب وريف ادلب. هذا التنظيم يبدو انه يريدون ان يحلوا محل داعش تغطية لمواقفهم الداعمة لداعش. أخرجوا داعش بتمثيلية كما قال ضيفك الكريم بتمثيلية من جرابلس، وأدخلوا نور الدين الزنكي وقسم من الفصائل الأخرى التي يعتبرونها معتدلة، وهي غير معتدلة على الإطلاق. كيف لي أن أسمي هذا الإنسان معتدلا وهو يحارب تحت لواء تركي أو تحت راية أمريكية أو فرنسية، يحارب جيشه وجيش الوطن؟ هذه الاعتبارات بالنسبة لنا تختلف عما يعتبره الغرب. الغرب يريد أن يحقق أجندة معينة، يفعل المستحيل ويغير المواقف ويغير الاستراتيجيات والتكتيكات من أجل الوصول إلى هدفه النهائي، وهو السيطرة على قسم من سوريا غني بالنفط غني بالمياه، أو ربما الحلم التركي بقضم جزء من سوريا كما فعلت في الماضي أيام لواء اسكندرون وعنتاب وباقي المدن السورية الشمالية التي قضمتها. اليوم يراودهم الأتراك، طبعا أردوغان وحكومته وليس الأتراك كشعب، يراودهم حلم بقضم جزء من سوريا أولا كمكسب استراتيجي لهم نفطي ومائي، وثانيا للقضاء على الحلم الكردي في إنشاء دولتهم المأمولة أو المزعومة التي يريدونها من كردستان عبر الموصل إلى الرقة إلى حتى يصلوا إلى البحر المتوسط. فتضرب تركيا حاليا عصفورين بحجر، واعتمدت على هذا اللواء كون الغرب وأمريكا تعتبره معتدلا في عملياتها. نعم. إنما العملية هي إحلال إرهابيين مكان إرهابيين آخرين. نعم. وليس عملية كما قالوا تحرير من داعش أبدا على الإطلاق. والدليل على ذلك أن اليوم جيش سوريا الديمقراطية كما يدعى يحشدون في منبج وحول جرابلس للاشتباك مع القوات التركية ولواء الزنكي الذي دخل مع القوات التركية. نعم. طيب ابقى معي دكتور زاهر. سيادة العميد، نتحدث عن ما يجري الآن في دارية، تفكيك للعبوات الناسفة، الدخول إلى التحصينات. موفد الإخبارية ربيع ديبي كان قد وافانا في رسالة رصد فيها كيف يتم تفكيك هذه العبوات ودخل إلى المقرات. نتابع هذا الكليب ونعود. نعم، تحية لكم زملائي في الاستوديو. طبعا نحن نواصل مواكبتنا لتحرير مدينة دارية وإعادة الأمان لها برفقة وحدات الجيش العربي السوري، وأيضا نرافق بشكل خاص وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري التي تتقدم ونتقدم معها في عملية نزع الألغام والمفخخات. طبعا هنا نحن في منطقة الشريدي، ساحة الشريدي، والتي كانت تعتبر أهم معقل للمجموعات الإرهابية المسلحة. كما ترون معي بالصورة هذه الأبنية إلى العمق قليلا، كل هذه المنطقة هي تابعة للمجموعات الإرهابية وكانت تتحصن بداخلها. أكبر المجموعات كانت هنا هي حركة أجناد الشام قبل أن تقوم بتسليم المدينة لوحدات الجيش، ومن ثم الانتقال مع عائلات المسلحين إلى مدينة إدلب. طبعا رصدنا قبل قليل وسأوافيكم في الصور بعد قليل، هي يعني حجم العمليات التي كانت هنا موجودة بين المقرات. جميع المقرات عبر الأقبية متواصلة مع بعضها، هناك شبكة أنفاق يعني تشبه الحالة هي كما في جوبر. هناك حرب كانت فوق الأرض وحرب تحت الأرض، لكن يعني التصميم الدقيق هنا في هذه المنطقة يدلل على أهمية تمسك المجموعات الإرهابية خلال 4 سنوات بهذه المنطقة. قمنا أيضا بمرافقة وحدات الهندسة أثناء نزعها عددنا الألغام. هناك تمويه عالي من قبل المجموعات الإرهابية. جميع الأبنية في هذه المنطقة مفخخة عبر شبكة سلكية مربوطة عبر شاشات إلى المقرات المحيطة بها. يقومون كانوا يعني يحاولون أن يحسبون عندما يتقدم الجيش إلى أي مبنى يقومون على الفور بتفخيخه. هناك عدد كبير عندما داخل الأبنية تحت الأدراج، هناك جرات غاز موصولة عبر شبكة يعني شبكة سلكية إلى المقرات
المقر الأساسي للمجموعات الإرهابية. قبل قليل دخلنا لأول مرة إلى المقر الأساسي والمقر الاحتياطي للمجموعات الإرهابية وحتى غرف المنامة التابعة لهم وغرف استراحة المقاتلين وحتى غرف يعني عائلات المسلحين من نساء، دخلنا لها ووثقناها بالصوت والصورة وسأوافيكم بعد قليل بهذا. يبدو هنا أن يعني الجيش العربي السوري قد أنهى من هذه المنطقة التي يعني تمتد على مساحة 1 كيلومتر، أنهى معظم هذه الأبنية تقريبا. عندما سألنا أحد عناصر الهندسة في الجيش العربي السوري قال لنا أن كل بناء يحتاج من الساعة إلى ساعتين، كل بناء ملغم يعني عند الأعمدة البيتونية من جهة الأقبية بحوالي يعني 5 إلى 6 عبوات مربوطة ببعضها بشبكة، ومن ثم تمتد شبكة الأسلاك إلى نفق لتتصل بالبناء الثاني، وهذا حال جميع الأبنية. ومن ثم ترتبط جميع هذه الأسلاك بغرفة واحدة يتم مراقبة عبر شبكة يعني عبر شاشة التلفاز، وكان عن طريقها يتم تفخيخ الأبنية وتفجيرها. وهو الملاحظ أن دمار عدد كبير من الأبنية في دارية هو ناتج عن يعني تفخيخ الأبنية وتدمير الأبنية، يضاف أن هذا الدمار الواسع هنا في أبنية دارية هو ناتج عن الحرائق. يبدو معي في الصورة هنا يعني جميع المنازل هنا احرقت بالكامل قبل خروج المجموعات الإرهابية، وأيضا نستطيع الحديث أن معظم الأبنية والبيوت العربية كانت مفخخة يعني تحسبا منهم لدخول الجيش العربي السوري، لكن حتى الآن استطاعت أو تمكنت وحدات الهندسة في الجيش من التعامل مع جميع المفخخات وتفكيكها. نعم، عودة إليكم زملائي في الاستوديو. نعم، كنا مع رسالة سابقة لموفد الإخبارية السورية ربيع ديب تحدث فيها عن واقع ما يجري في دارية. سيادة العميد، كيف اليوم تنظر من الناحية الميدانية لأهمية دارية؟ من الناحية الميدانية تحدث، وكيف تنظر إلى التعقيدات في التحصينات للتنظيمات الإرهابية وزرع العبوات الناسفة بهذه الطريقة؟ نعم، لا شك بأن الأهمية الاستراتيجية من الناحية الميدانية لدارية تتأتى من كونها أقرب المناطق على العاصمة دمشق، ولذلك منذ بداية هذه الحرب منذ 4 سنوات ويزيد اختيرت لتكون قاعدة انطلاق للهجوم على العاصمة دمشق واقتحامها من هذا المحور، باعتبار أن العمق الحيوي والخطوط الخلفية تستند إلى هذا الموقع الاستراتيجي، ولذلك هي العقدة التي تربط مع المعظمية دمشق مع القنيطرة مرورا بدروشة وخار الشيح عبر بيت تيمة وبيت جن ومزارع بيت جن. ولذلك هذا المحور في الخطط العسكرية الإسرائيلية موجود بأنه المحور الأساسي عند حدوث الحروب بين الكيان الصهيوني وسوريا، ستكون الضربات الرئيسية من هذا المحور للوصول إلى دمشق. والمحور الثاني هو عبر حوران درعا. فلذلك بعد أن خرج الإرهاب والإرهابيين من دارية، أقول بأن هذا الموقع الاستراتيجي الذي مكن المسلحين وعلى مدار ال4 سنوات من إبقاء التهديد الأمني للعاصمة دمشق، حاليا ستتحول إلى قاعدة ينتصب ويبدأ قوس الأمن والأمان حول العاصمة دمشق بالانتشار والامتداد. وهذا ما بدأ يتجلى في دعوة مسلحي المعظمية لاختيار النموذج الذي طبق في دارية وكذلك في خان الشيح وأيضا في بقية المناطق الحجر الأسود وصولا إلى الغوطة الشرقية التي ستشهد ربما مع نهاية هذا الأسبوع أو في اليومين القادمين أيضا نفس العملية، وبدأت المفاوضات في هذا السياق. بما يخص التعقيدات باختصار الوقت ينتهي سيادة العميد، الحقيقة المنظومة الهندسية إن كانت ألغام أو متفجرات أو عبوات هي من هندسة الاستخبارات الإسرائيلية. وما يفسر ما أذهب إليه هو أن هذا الملف آل في المرحلة النهائية إلى أجداد الشام وهم الفصيل الأقوى في جبهة النصرة
الذي يقاد من قبل الموساد الإسرائيلي. نعم. فهذا يؤكد على أن الموساد الإسرائيلي هو من خطط. نعم. وقاد. طيب. كل هذه العمليات، ولذلك نواجه هذه التعقيدات التي. نعم. تسحب النموذج الإسرائيلي على الجولان المحتل. نعم. سيادة العميد. كل هذه الكتل. سيادة العميد. المربوطة بألغام حولوها إلى نقاط استناد خطيرة. نعم. سيادة العميد الوقت التغطية. نعم. قد انتهى، كل الشكر لك العميد علي مقصود الخبير الاستراتيجي والعسكري، كنت معنا عبر الهاتف من دمشق، شكرا لك. كما أشكر الدكتور زاهر اليوسفي عضو مجلس الشعب أيضا كان معنا عبر الهاتف من دمشق، والشكر موصول لكم أنتم مشاهدينا. التغطية انتهت، إلى اللقاء.